هذا وقد عقد مؤتمر قمة السلام في القاهرة 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أكدت مصر من خلال المؤتمر على أهمية عدم تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، كما أكدت أنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.